بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم النهاردة عن شرح الغسالة اللي هي الالكتروستار اللي هي 10 كيلو. هنشرحها إن شاء الله، يكون شرح سهل ووافي بإذن الله. طبعا ده البور بتاعنا، ده الستارت، ده البروجرام اللي هو البرامج، ده السبان اللي هو العصر، والرنس اللي هو الشطف، وش اللي هو الغسيل، ووتر ليفل اللي هو مستوى المية، وده الناقة، السك اللي هو الناقة، ودي رينس هولد ايقاف الشطف، ودي الديلي اند اللي هو تأجيل التشغيل، وده الموديل بتاعنا، ودي الحلة بتاعتنا زي ما شايفين، الفلتر. هنشرحها ان شاء الله، يكون شرح سهل ووفي بإذن الله. دي الغسالة بتاعتنا. بالنسبة لنظام التشغيل، الفلتر اهوت، الفلتر بنفك الفلتر، ماشي. طبعا في زي ما احنا شايفين الوصل اهي، الفلتر بنشيلها طبعا. طبعا تقريبا الغسالات متنضفش خالص، يعني قالب رأس زي ما احنا شايفين. طبعا مهم جدا، ده بيأثر على نضافة الملابس، خلي بقى يطلع فيها غبار ورأس. بركب الفلتر كده من تحت زي ما احنا شايفين كده، واضغط من فوق. الهدوم بتاعته وهي ناشفة آخر المستوى ده كده، ايه اللي مزيتش هدوم وهي ناشفة آخر المستوى ده؟ الهدوم بتاعته وهي ناشفة آخر الفلتر ده، فتحة الفلتر ده، ايه اللي مزيتش الهدوم وهي ناشفة؟ انا جايبها من بره من السبت آخر المنطقة دي كده، ايه اللي مزيتش؟ البطانية الكبيرة لأ، لحاف الفايبر الكبير برضه لأ، بيحمي الغسالة. ممكن البطانية الصغيرة بتاعة الأطفال أو لحاف الفايبر بتاع الأطفال، الكوفرتيات أو الدفايات كبير صغير مفيش مشكلة، بس محطش دفايتين اتنين كبار مع بعض، محطش اتنين كوفرتا كبار مع بعض، حمل الغسالة. كوفرتية واحدة كبيرة أو دفاية واحدة كبيرة، ممكن أحط دفايتين صغيرين بدول الأطفال أو اتنين كوفرتا من بدول الأطفال، أو دفاية كبيرة ومعاها دفاية صغيرة، لكن ما ينفعش أحط كوفرتا كبيرة ومعاها كوفرتا صغيرة، ليه؟ لأن الكوفرتا بتبقى تقيلة شوية. بالنسبة للملابس، بالنسبة للشرابات المناديل الحاجات اللي هي الصغيرة كلها، هجيب كيسة بسوستة كده بحط فيها ايه الشرابات والمناديل، عاملة زي شبكة الكورة. ليه؟ أثناء التكييف السرعة العالية بتاعة الغسالة يبدأ الشراب أو المنديل يخش ما بين الحلة الداخلية والحلة الخارجية، يعمل له مشكلة في الغسالة، أو إن هو يعدي أصلا من ورا الحلة برضه يعمل له مشكلة، ممكن يجي عند الموتور يعمل له مشكلة في الموتور. فيفضل نستخدم الكيسة دي عشان خاطر ايه الحاجات اللي هي الصغيرة ما تطرش وتنزل ايه ما بين الحلة وبعضها وتنزل عند الموتور. طيب في عندي برضه هنا الدوب بتاع المسحوق، بحط المسحوق بتاعي من هنا، ويفضل ان انا ادوب المسحوق في كوز ميه وكبه على الغسيل، دوني معطر ملايين مرطب اي اضافات تانيه هدوبها في ميه واحطها في عند فتحات اهيت، بحطها من الفتحات دي، من الفتحات دي زي ما احنا شايفين الفتحات دي، بدوب في كوز ميه واحط من الفتحات دي، دوني معطر ملايين مرطب اي اضافات ايا كان. ده بالنسبه للمسحوق وبالنسبه للهدوم. بالنسبه لنظام التشغيل، ده مفتاح الطاقة اللي هو الباور، ممكن نضغط عليه كده يقتل الغسالة. أول ما بتقتل الغسالة لو ضغطت ستارت هيبدأ يشتغل معايا البرنامج كامل اللي هو البرنامج النورمال اللي هو القطنيات العادية بتاعتها، هتسحب مية وتخسر وتشطف وتجفف وتصرف، تعمل كل حاجة لوحدها. طيب لو أنا عايز برنامج تاني غيره والغسالة مطفية بإيد الغسالة، بروحش عند ستارت ولا أوكي تأكيد تشغيل، فعند البروجرام اللي هو البرنامج بقلب منه كده، إداني إيه الانتنسيف اللي هو الكثيف اللي هو الشغل الشديد او الشغل القوي اللي هي المياه الشديدة للاتساخ. بعد كده اداني الجنتل اللي هو بتاع الاطفال، يعني بس البسيطة بتاعة الاطفال كده، ام اديني الكويكو وشغل السريع، تيشرتات، ملابس رياضية، الحاجات البسيطة او الحاجات اللي مش متسخة او نسبة عرق ولا حاجة. بعد كده عندي اداني هنا اللي هو السيلف كلين اللي هي تنظيف الحوض، لو انا عايز اعمل دورة اللي هو التوب كلين وتنظيف الحوض كل شهرين او كل 3 شهور، بجيب ازازة خل صغيرة او نص خل كبيرة، وبصب بقى في الحل، واقفل الغسالة بتاعتي واضغط ستارت، تبدأ الغسالة تسحب ميتها، تغسل نفسها وتشطف وتصرف، تعمل كل حاجة لوحدها. ده نظام صيانة الغسالة كل شهرين او كل 3 شهور مرة، هي دورة الخل. بعد كده اداني ايه اير دراي اللي هو التكييف القوي،
لو احنا مثلا غاسلين بره وشطفون بره وعايزين نجفف بس وتجفف، لو عندنا مثلا شتاء ولا حاجه والهدوم ايه عايزين ننشفها قوي مش هنعرف ان احنا ننشر، فممكن نستخدم الاير دراي اللي هو التجفيف القوي او الهواء النفاث ده، او للضروره ما يكون في عندي لبس معين ومستعجل عليه في وقت قصير فبستخدم برضه الاير دراي اللي هو التجفيف القوي. انا جبت برنامج النورمال او القطنات العاديه مثلا دلوقتي، لو ضغطت ستارت البرنامج ده هيديني وقت التايم بتاعها هيبقى اجمالي. طيب لو انا عايز اتحكم في وقت الغسيل والشطف والتجفيف، هي الزنه دي كان صوت ايه سحب الميه، تمام. لو انا عايز اتحكم في وقت الغسيل والشطف والتجفيف والعصر، الشطف والغسيل والايه والعصر، غسالة مطفية بقدر الغسالة، بروح عند كلمة وش اللي هو الغسيل، أقوم أقلب كده 11 دقيقة غسيل، 12 دقيقة، 13، 14، 15، 16، 17، معايا لحد 25 دقيقة غسيل. أول إلغاء كده أنا لغيت الغسيل خالص، كده دقيقة واحدة معايا لحد 30 دقيقة غسيل، كده أهو معايا من أول دقيقة لحد 30 دقيقة، 20، 25، لأ هو إيه 25 دقيقة آخري في الغسيل ده أعلى حاجة. طيب طبعا 32 دقيقة بالمية عند الشطف، وجالي بتاع الشركة جالي هنا الرنس أهو جالي مرتين شطف، أنا عايز 3 مرات شطف، عايز ألغيه خالص، عايز مرة واحدة، عايز 2 زي ما احنا عاوزين، وليكن خدنا 3 مرات شطف. عند التجفيف جالي هنا 8 دقايق، لو قمت عامل كده اداني 9، لو قمت عامل كده لغيت التجفيف خالص كده اداني مرة واحدة تجفيف، اداني 2 3 معايا من 1 لحد 9 دقايق تجفيف. في عندي بعد كده حاجة اللي هو الوتر، مستوى المية، هي الغسالة بتظبط لنفسها، ولكن لو أنا عاوز أتحكم عادي 6، هي جايبالي 5 أصلا، عايزها 7 8، عايز 1 أقل حاجة مستوى في المية، عايز سيب الغسالة توزن لوحدها مفيش أي مشكلة، هو يفضل إن احنا نسيب الغسالة توزن لوحدها. عند السك اللي هو الناقع، مجرد ضغطت على كده اداني 20 دقيقة ناقع فوق البرنامج الإجمالي اللي هو أنا عايزها بختارها، عايز 30 دقيقة ناقع، عايز 40 دقيقة ناقع، عايز ألغي النقع خالص زي ما أنا عاوز، معايا 10 دقايق نقع، 20 30 لحد 40 دقيقة نقع أول غي خالص. في عندي حاجة اسمها الديلي إند اللي هو تأجيل التشغيل، وليكن مثلا هنشغل الساعة 10 بالليل، وليكن مثلا الدور هيبقى ساعتين، يعني معنى كده هتخلص الساعة 12 بالليل، هتفضل غسالة من أول الساعة 12 بالليل لحد نوم الصبح الساعة 7 أو الساعة 8. هنيجي نخرج الملابس، هلاقي الملابس ريحتها مش كويسة، في نقطة هتفيدني في الموضوع، حاجة اسمها التايم ديلي أو الدرس اللي هو تأجيل التشغيل. أنا مثلا خدت باور تقريبا كده هنام كام ساعة؟ كام ساعة؟ 7 مثلا، 7 ساعات، أقوم جاي واخد البرنامج البروجرام، خدت 2 3 7 ساعات. لو ضغطت ستارت الغسالة مش هشتغل الا قبل ال7 ساعات بوقتها هي، يعني لو الوقت مثلا ساعتين هي الساعة 5 وانتوا نايمين هتشتغل الساعة 7، بفتح عيني من النوم هتلاقيها مخلصة غسيل، نخرج الملابس هلاقيها فريش مفيهاش اي مشكلة. لو انا مسافر، لو انا في اي عمل ومظبط على ال7 ساعات، هي تشتغل قبل وقتها، قبل الوقت اللي انا مأجله بوقتها هي، يعني لو الوقت ساعتين هي الساعة 5 هتشتغل، الساعة 7 هتكون ناحية. ده اللي هو التايم ديلي اللي هو تأجيل التشغيل. طيب انا في عندي اخدت البرنامج بتاعي عادي رنس هون، في عندي حاجه اسمها رنس هولد، يعني ايقاف الشطف، لو انا كنت متك عليه تكه كده انا عملت توقف اهو رنس هولد اشتغل، الغساله هتغسل وتيجي عند الشطف تعمل توقف مؤقت، مجرد ما ضغطت ستارت بتكمل البرنامج بتاعها عادي، نادرا لما حد بيستخدم الاوبشن ده. ليه؟ لان الناس كلها عادت الغساله تغسل وتشطف وتجفف وانت تطلع تنشر، اقول لك ايه تطلع تنشر، فمحدش نادر اول بيستخدم الاوبشن ده. طيب انا ضغطت باور وضغطت ستارت، خدت مثلا وليكن عايز الغساله تجفف بس، مثلا هجيب اهوت الاير دراي، جبت الاير دراي وضغطت ستارت، ومش عايز الاطفال تلعب في الغساله، هقوم متك على الاتنين دول مع بعض اللي هو الديلي والرنس هولد 3 4 ثواني، هيديني السي ال اللي هو كلوز.
كده التكييف بتاعك كويس مفيش اي مشكله. كده طمنت على الغساله بتسحب الميه تمام وطرد الميه تمام، الغساله كلها على بعضها مفيش اي مشكله. دايما نخلي فرق ما بين كل دور والتاني ساعتين راحة الغسالة، أو نشتغل دور أول يوم ودور آخر يوم، أو كل يوم دور. لو اشتغلنا أصلا كل يوم دور مش هيبقى عندنا غسيل، لكن مركنش شغل أسبوعين وعامله كله في يوم واحد ده أكبر غلط. أول بأول هيبقى أحسن وأفضل. وياريت بعد ما نخلص غسيل لازم أشيل الفيشة بتاعتي عشان خاطر لو كهرباء جت عالية كهرباء جت ضعيفة متأثرش بالسلب على البوردة مع المدى البعيد، ساعتين تلاتة قدام مبقاش في مشكلة البوردة اللي بتاعتنا ممكن تنضر مع الايه. لو انا سايب الفيشه دايما باستمرار ده يأثر على البوردري، فلازم اشيلها بعد ما اخلص غسيل. يا ريت لو احنا استفدنا من الفيديو ما ننساش ان احنا نشترك في القناه وننشر الفيديو ليعم الخير والنفع للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.